السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا اليوم فيديو جديد، احنا خاص بالارت سوات. طبعا لحد الان احنا خلصنا السوات بروجكت سيت اب، خلصنا الووتر شيد ديلينيشن، وخلصنا ايضا الهيدرولوجيكال ريسبونس اناليسيس، وصلنا للرايت انبوت تيبل. بعد ما نضغط هسه على الرايت انبوت تيبل ادخل الملف هنا، مجرد انه ضغطه واحده. طبعا هذا الملف او هذا الفولدر ما يتفعل اذا ما انت مخلص الهيدرولوجيك ريسبونس يونت اناليسيس بكل خطواته، وفيديوهاته موجوده ان شاء الله. نروح على الرايت او الوذر ستيشن. بعد ما نضغط على الوذر ستيشن راح يطلب من عندك هذا الملف الوذر جنريتر داتا. لا ضروري اللي يشتغل على هذا الفيديو لازم مشاهد الفيديو الخاص بالديفاين او ديفينيشن، اثنين فيديوهات، البريبير البيانات وديفينيشن باستخدام برنامج الارك سوات او الوذر داتا جنريتر، اللي هن ذني المحاضرتين ضروري الله يقدر يدخل هذا البرنامج. ما نعيد حتى ما نطول وقت الفيديو، ضروري راجح كلش حاكين هواي عن هاي الخطوه قبل ما ننتقلها، وقبل ما تصير هاي الخطوه شو نسوي بليش الخطوات. فهسه بنروح على اليمن على الوذر جنريتر يوزر، اللي هي اصلا هم موجوده هنايا بالتذكير، موجوده بالسي ضمن السوات، ضمن الارك سوات، ضمن الداتا بيس. تروح على الوذر السوات الفيرجن اللي انت حتشتغل عليه، هنا عندنا 2012 هاي موجوده الوذر جنريتر يوزر. احنا بالخطوات السابقه الفيديو السابق عرفنا البيانات هنا، شو عرفنا البيانات ترجع للفيديوهات وتفهمها، هو فيديو واحد خاص بهذا الموضوع. اوكي هسه انا حتى مجرد بس حتى اوضح لك انه شنو الغرض من عنده، تنتقل على الرينفول داتابيس. ايش عندك انت الرينفول دا؟ طبعا البيانات اللي يطلبها اما ديلي او سب ديلي لكل العناصر المناخيه الخمسه، فاحنا راح نشتغل ديلي هو الافضل. بعدين راح تقول له انه انا عندي رين جيج، حمل لي الملف، يا ملف اللي تحمله، تحمل الملف اللي يحول لك يا البرنامج مال الوذر داتابيس جنريتر اللي هو هذا. هنا احنا سيبناه، واللي مراجع الفيديوهات السابقه راح يعرف شنو اقصد انا هذا المكان اللي دخلت له حاليا. انا اروح على دخلت انا هسه رينفول اللي هو البرسبتش، ضغطت هنا اعطانا 19 محطه، انا يعني اللي هي محطاتي مال الدراسه، وبعدين جامع لي اياها بملف واحد. انت روح على الملف الواحد تلقائيا هو حافظ هذا الامتداد ضمن السي اللي موجود حاليا وطلعناه، فتروح على هذا الاخير اللي جامعهم كلهم هو اللي يتحمله. تقول له يعني بدون ما تقول اوكي انتقل على الخطوه الثانيه اللي هي خاصه بالتمبرتشر. عندك سيميليشن لو كلايمت ستيشن، كلايمت ستيشن عندك تختارها. بعد ذلك تروح على الفولدر نفس الدي تحمله سوات ريكوايرمنت داتابيس فور سوات. هنا انا محملت البيانات، هاي هنا أنا عندي اللي هو شنو كان تمبرتشر، هذا التمبرتشر تمام. ايضا مطيني 19 محطه وبعدين جامعهم بفولدر واحد. انا يهمني اللي بفولدر واحد لان ما اقدر كل شويه ادخل، اريد الكل النهائي، لان مش تفصيليات ديتيلز. هسه ملينا الرينفول وملينا التمبرتشر، بعدين يا هو ريليتف هيوميديتي دخلت عليه، من هنا حملته ريليتف هيوميديتي جيج. انا عندي ستيشنات او محطات، ارجع على هذا الملف من هنا حتى تكون اقرب. هنا هاي ريليتف هيوميديتي، ثاريت ايضا الملف اللي يشملها كلهم، هذا الملف اللي يشملها كلهم ضغطته. بعد لما وصلنا للسولر راديشن تمام، تختار ايضا السولر جيج، تحمل من هنا بيانات الخاصه بالسولر جيج، الاشعاع الشمسي او شده الاشعاع الشمسي، هاي هنايا نلاحظ هذا حملناه. بعدين عندي اخر شيء بقى الويند سبيد اللي هي الخاصه بسرعه الرياح، هنايا اضغط هذا الويند، اختار الملف الخاص بي يجمعهم كلهم وليس ملف المحطة واحدة. بعد ما تكمل كل هاي البيانات يقول لي اوكي راح يسوي لك، لاحظ هنا امبورتنج، فدا يقول لك انا دا اسوي لك لمحطة محطة، سويت لك للصقيل ثانية للتمبرتشر، هسه كمل لك الهيوميديتي، هسه بلش بيمن بالسولار راديشن كمل. لاحظ دا يقول لك البروسيسنج شبيها كومبليت اكتملت. هسه ورا ما اكتملت انه خلص اوكي كملت هاي الخطوة، لاحظ عدت لك اياها انا مره ثانيه بس حتى تلاحظ شوف التغيير هنا دا يصير.
انتظر هسه بلش هنا الولد خلص. اوكي هسه خلصت هاي الخطوه اللي هي خاصه بيمن. نقول له اوكي. بعد ما نقول له اوكي نغلق الفايل نورمال. اخذنا هسه البرنامج هنا الارك سوات لو ما مفعلين خطوه الوذر اللي هي ضمن السي هنا ضمن السي ضمن السوات ما اريد اعيدها كل شوي حتى ما يصير الموضوع ممل. ضمن الداتابيس هاي الخطوه لو ما مفعليها من ذاك الفيديو السابق ما اشتغل الارك سوات، يطلع لك خطأ يطلع لك. وانا عندي نوع الخطأ تقريبا حافظته، هسه اشوفكم اياه ما هو نوع الخطأ اللي يطلع لك لو ما انت ما لاحظ هنا الخطأ اللي يظهر لك لو انت كنت ما معرف ما مسوي هاي الخطوه الخاصه بالوذر داتابيس. واشوف لاحظ احنا منين اكتشفنا هذا الامر؟ من الخطأ السابق. احنا سابقا اجينا اشتغلنا حولنا بيانات الاسم دخلناه بدون ما نروح على السي ونغير الارك سوات. لاحظ شو الخطا اللي يطلع لك ذا تيبل اول يبلش بيه اللي هو السقيط داز نوت هاف ذا كوركت فولد ما يمتلك يعني الحقول الصحيحه. ليش؟ لان الموجود داخل السوات هناك مجرد اكزامبل مو بياناتك الخاصه بيك، لذلك راح يطلع لك هذا الخطا وما يتنفذ وما يكمل تماما. فضروري جدا تسوي المحاضرة الفيديو السابق قبل الفيديو الحالي. انا بس حاولت يعني اسوي لكم انه صورة للخطأ اللي يظهر لو احنا كنا ما مسوين الفيديو السابق قبل الفيديو الحالي كان ما تنفذت هاي الخطوة الخاصة بالوذر داتا ديفينيشن. ان شاء الله تكون محاضرتنا لهذا اليوم حتى تتقسم المحاضرات وتكون افضل. هسه لاحظ بعد ما كملنا هاي تفعلت هاي الخطوة. هسه راح نجي هنا الرايت انبوت تيبل، هاي راح نسويها ايضا بفيديو وحده حتى تكون مفصوله والفيديوهات تكون مرتبه ان شاء الله. التقيكم بالفيديو القادم، واذا اي سؤال او استفسار تقدرون تراسلونا. دمتم بامان الله وحفظه.